في عناوين النشرة: عرسال تنزف أطفالا شهداء بصواريخ استهدفت مكان لهوهم. في اليوم الثاني من المحكمة مداخلات وجدانية ولا مفاجآت. لينا ونبيل حاوي خلاف تحت سقف لهاي. قالوا لنا انه القضية ما بتخصنا شخصيا، وقالوا لنا انه احسن ما نجي لانه رح نتبهدل بالنطرة قدام الباب. مروان حميدي دليل الاتصالات لتثبيت الاتهام والدفاع سوف يطعن. الحريري لرويترز مستعد للمشاركة في حكومة ائتلافية مع حزب الله. الجيش يتقدم في حلب والمعلم يقدم خطة لوقف النار. النصرة تقع في فخ على الحدود مع لبنان. بداية هذا عبد الله فجر يا علاء. يا عبد الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد. تفاصيل هذه العناوين وغيرها ترقبوها في النشرة بعد قليل.